جوز كلام. لك ما مليت من هالسلسلة؟ كم سنة صار لك عم تقرأ فيها؟ إيه يعني معقول حدا يمل من موسوعة قصة الحضارة؟ لك حبيبتي هذا الكتاب أنا بعتبره من أهم إنجازات البشرية، لأنه بيتضمن تاريخ العالم كله من العصور القديمة للعصور الحديثة، مرجع مهم؟ إيه ما اختلفنا، بس مع المشاغل وسرعة الحياة أنا برأيي بكفي الواحد يقرأ مختصر الأحداث التاريخية إذا حابب يقرأ تاريخ، يعني بياخد العبرة والزبدة وبيكون عنده معرفة عامة بالتاريخ. بس أما أنه الواحد يقرأ كل هالتفاصيل ومين تجوز مين ومين خلفت مين ومين كان رفيق مين، أنا برأيي هاي تفاصيل زايدة وقت ما بتكون متعلقة بالحدث التاريخي وجوهر القصة. يا ستي مو جاي عبالي ناقشك، أنا مستمتع بقراءة الكتاب وخلصنا. ناوليني ريموت كنترول، خلينا نتفرج على هالمسلسل اليوم الحلقة الأولى. وبلاقيك مهتم بالمسلسل الجديد؟ شفت البرومو تبعه وشكله حلو، هلا وقته ما عاد إلا يبلش. وعن شو المسلسل؟ مسلسل تاريخي عن سوريا بفترة العثمانيين. كمان مسلسلات تاريخية؟ شو صاير لك كأنه فاسي القصة معك على التاريخ؟ تفضل هاي الريموت. شو قصتك أم جوزيف؟ ليش عم تتمسخري؟ يعني وين المشكلة إذا الواحد اهتم بالتاريخ شوي؟ كأنك ما بتعرفي إنه التاريخ دروس وعبر وخبرات بيتعلم منها الواحد. والله ما بخفيك يا أبو فاكر إنه أنا ما بقتنع بإنه الواحد بيتعلم من التاريخ دروس وبيكتسب خبرات، لأنه بالنهاية كل إنسان وكل بلد وكل شعب بيخوض تجربته الخاصة وبيكتسب من التجربة خبراته. ما بأيدك بهالحكي، أنا بشوف لما الواحد بيقرأ تاريخ وبيفهم العبرة والزبدة والخلاصة كأنه هو اللي خاض التجربة، وبالتالي بيتعلم وبيدرك الخطأ من الصح. تعال أعطيك مثال، ليش ما ساعدتنا معلوماتنا ومعرفتنا عن كل هالثورات اللي صارت بالعالم لنحمي ثورتنا وننجح فيها؟ أم جوزيف لا تغيري الموضوع، الثورة ما فشلت ولا انتهت لسها، هي عم تمر بمرحلة صعبة ورح ترجع عاجلا أم آجلا لمسار الصحيح، وهذا موجود بالكتبها، كتير ثورات مرت بهذا الشيء. ما فهمت علي، رح أعطيك مثال تاني. الله يجيبك يا طولة البال. وقت كنت شاب. ليش شايفتيني ختيار مثلا هلأ يعني؟ لا مو هيك، بس قصدي وقت كنت شاب أكتر من هيك، يعني بمراهقتك قديش كانوا يقولوا لك أبوك وأمك عمل هيك ولا تعمل هيك، ضب قرشك ولا تبعزق مصرياتك وانتبه مين ترافق وإلى آخره. كتير والله، الله يرحمهم. وعلى أي أساس كانوا يحكوا؟ على أساس خبراتهم بالحياة طبعا. وكنت ترد عليهم أو تسمع معهم؟ خليني أكون صادق معك، يعني 90% من الحالات كنت أعمل اللي براسي. وهون مربط الفرس، خبراتهم وتجاربهم ما قدروا ينقلوا لك ياها وانت أصريت تخوض تجاربك الخاصة وتتعلم منها. لا يا ستي، خبراتهم وتجاربهم ما أثرت بشكل مباشر، بس أثرت علي الطريق. لك بلش المسلسل، بلش المسلسل هلأ، هيك روحتي علي البداية، شلون بدي أفهم شو صار؟ ايه مو مشكلة، يلي بيفوتك بالمسلسل بتلاقيه بكتاب قصة الحضارة تبعك. هلأ هيك مسخري، لقلك مسخري، لشوفك بكرة وقت بروح عليك المسلسل. جوز كلامه.